لم يأتي الإضراب العام على قدر توقعات الشارع، وحدهم ناشطو حراك طلعت ريحتكم نزلوا صباحا بأعداد خجولة. تجمع العشرات في النقاط الثلاث التي حددت في الدورة وعند أوتوستراد الحزمي وفي خلدة. يمكن في ناس عم تشكرنا، يمكن في ناس عم تسبنا، ما بنعرف. يعني العدد كتير قليل. وبعد محاولات متكررة للمعتصمين تمكنوا من افتراش الأرض معرقلين حركة السير جزئيا. لا للمطر، لا للمطر، لا للمطر، لا للمطر. غير أن عناصر قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب كانت حاضرة وقامت بتطويقهم وتسهيل السير أمام المواطنين الذين لم يتجاوبوا مع المعتصمين. عم نقطع الطريق على حالنا لأنه نحن لنوصل، لا مش عم نضر حالنا، عم نضر السلطة. اليوم السلطة بقطعت الطريق عم نوجه لها رسالة إنه البلد بده ينشل. إيه ما نرجع على صفقات اللي كانوا عم يعملوها، ما نرجع على مطامر مقسمة على قياس الطوائف وزعماء الأحزاب. هذا شيء غير مقبول، هذا حل منه مستدام، هذا حل بيخدم جياب السياسيين ما بيخدم المواطن. المعتصمون جددوا رفضهم للمطامر مطالبين بحل بيئي مستدام لملف النفايات. نحن مش حنقبل بقى لو زعجنا الناس، نعتذر من الناس، نعتذر من العسكر، بس نحن اخترقنا، ما عاش عنا بقى حل تاني. نحن ما بنحرد وليب ولا منقوص اتجاها لزعيم. نحن موجودين هون لندافع عن حقنا وحقوق الناس. نطلب من كل الناس تترك أشغالها تفرس يوم ويومين أحسن ما يفرسوا بالمستشفيات لسنين. وبعد قرابة الساعة أعلنت طلعت ريحتكم عن انسحابها من الشارع مهددة باستمرار التحركات التصعيدية.